السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله نشارك معكم الحلوه ديال البوق ديال زمان اللي تجي غزاله وتجي لذيذه وخفيفه وشكل ديالها في نفس الوقت يفكرنا دائما بالطفوله، والله الا تجي لد منها ما كاين. انا تنفضلها على الف شكل وشكل ديال الصابلي، انا ديال الحلوه المفضله عندي. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها تجي غزاله. وقبل ما نبدا الفيديو دائما فضلا منكم وليس امرا ما تنساوش دائما تدعمونا بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي 500 غرام ديال الزبده، والزبده خاصها تكون من النوع الجيد باش يجي المذاق ديال الصابلي لذيذ بزاف. لا بد الزبده عندها دور كبير انكم تعزلوا النوع مزيان. عندي هنايا 250 غرام ديال سكر كلاصي، بالطبع انه مغربل ما تخليوش الا بدا خصكم تغربلوه. جوج بيضات، راه عندي هنا جوج بيضات هي بالحراره تخلطوا. عندي هنا كهات الفاني، عندي رشه ملح شويه الملحه. بالنسبه للطحين تقريبا تندخلوا 750 غرام ديال الطحين، طحين مغربل من نوع كذلك الجيد الخاص للحلويات. الطريقه ديال التحضير سهله. بالنسبه كي تشوفوا تنوضع الزبده في اناء، كي تنأكد ونعاود عزلوا النوع الزبده يكون مزيان باش يعطيكم مذاق لذيذ. بحكم هذا الصابلي راه ما فيه لا زواق لا حتى شي حاجه، راه عنده اللذه ديالو الشكل ديالو تيجي لذيذ بزاف، وما تشوفوا المذاق كيجي لذيذ يعني اكثر من اي نوع ديال الصابلي. وفي نفس الوقت يفكرنا بالزمن الجميل. هذا الصابلي هذا عنده العشاق ديالو بحكم دابا عاوتاني الوليدات المدرسه قربات ورحنا على الابواب ديالها، تيصلح لنا لوليداتنا ولينا وبزاف ديال الحوايج. عندي هنايا البيض، درت واحد شويه ديال الملحه، عندي ديال نكهه الفاني، ونخلط العناصر كلها مزيان. غنطربو بالطرب الكهربائي حتى تتولي عبارة عن كريمة. كي تشوفو من بعد ما طربت العناصر كلها مزيان تصبحت بهذا الشكل. دابا غادي نضيف الطحين شويه بشويه حتى نكمل العدد اللي عندي. كي تشوفوا دخلت الطحين اللي كان عندي، عندي 750 غرام، راه تيجي خفيف ما ديروش اكثر من 750 غرام. واخا شوفوه جاري ما تخافوش منه، ها نتوما راه جاري ماشي ديال الطابع، هذا ديال البوق، يعني هذا هو الصافي ديال البوق. يعني بالنسبه للطريقه تبقى اختيار ديالكم. بالنسبه ليا ها نتوما شوفوا الاشكال باش نخدم به، انا غنديرو في البوشادوي. Thank you.
كملت القياس اللي عندي ديال الصبغي. بالنسبه للتشكيلات بقى دائما الاختيار ديالكم. انا صبت هذه الاشكال هكا. بالنسبه لهذا راه درت له شويه ديال الابيض البيض على اللوز ولصقته في الراس ديال هاد الدوائر ديالي. بالنسبه للاشكال الاخرى بقاو معايا باش عاد يمكن لي نكملها ونزوقها. دابا غادي ندخل للفران تقريبا ثلث ساعه والنار تكون مهيله على درجه 120. بالنسبه للفران ديال الغاز دائما النار مهيله وخصكم تقابلوه حتى يطيب على خاطرو، ودائما مع المراقبه ديال الطياب خصكم لا بد تقابلوه، لحقاش الصابلي يعني ما عندوش قياس بالنسبه للفران العادي. لا بد خصكم اللي طاب تحيدوها باش يمكن يجي كامل مدهن. بقاو معايا على ما نطيب. الشكل النهائي هو هذا. من بعد ما طاب زوقته بالشكلاط، وقبل ما زوقته انني درت وحده على وحده بالكونفيتور اللي تنطيبو حتى تيولي طايب يعني وعقد مزيان، حتى يمكن لي نلصق به هذه الصابلي ديالي اولا هذا الصابلي ديال البوق. بالنسبه لهذا الشكل كي شفتو درت له الرويصات ديالو في الشكلاط اللي ذوبته، وما ذوبتوش بالزيت ذوبته عادي، درت له الرويصات ديالو بالشكلاط ودرت له شويه ديال اللوز كونكاسي. بالنسبه لهذا الدميلجات انتما تشوفوا تيجي غزال، تيجي بحال الكعك يعني الطريقه ديالو سهله كذلك. راكم شفتوا كي درت ليه، درت نص نوايه اولا نوايه بالبيض البيض باش تلصقو. وبالنسبه للشكل الثاني درتو بالبوشادوي كي شفتو، كذلك درت له الراس ديالو الشكل، درت له شويه ديال اللوز كونكاسي. بالنسبه للتزيين تيبقى بالطريقه ديالكم كي بغيتوها نتوما، بحكم ان هذا الشكل راه هو عادي اصلا وشكل قديم ومعهود عند الناس كامله، غير كل واحد والطريقه ديالو باش يخدمو. انا تنخدمو دائما بالزبده سبيسيال، تجي رائعه وتجي لذيذه بزاف. نتمنى انكم كذلك تخدموها بالزبده اللي تكون من النوع الجيد باش يجي فيه المذاق وفيه اللذه. بالنسبه لهذا كذلك ما درتلو لا اللوز لا والو، يعني بالنسبه للشكل تيبقى اختياري ديالكم. بالنسبه لانا للشكل هاد الصبيعات هادو تنخليهم هكا. علاش؟ لحقاش عندي الناس اللي تيطلبوهم لي تيبغيهم بلا شكلاط بلا حتى شي حاجه، وهذا الشكل عندي مطلوب ومحبوب عند الناس كاملين، وتيفكرنا دائما بالزمن الجميل اللي دائما اي حاجه قديمه عندنا ليها تاريخ وتعجبنا بزاف. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار والشكل ديال هذا النهار ينال اعجابكم، وما تنساوش دائما دعمونا لهذا خطيكم عليا، وتحياتي للجميع، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى، وبسلامه عليكم. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.